بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثرت الأسئلة حول طريقة حفظ ملف الباوربوينت وطريقة الحصول على الرابط لإرسال الملف عن طريق برنامج التيمز أو أي برنامج آخر. الآن من نفس جهاز الجوال من تطبيق الباوربوينت نتوجه إلى أي عرض تقديمي، ثم نقوم بالدخول على خيار المشاركة، ومن ثم نسخ الارتباط للحصول على الرابط. أما لإرسال الملف مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني، نقوم بكتابة البريد الإلكتروني في الخانة المخصصة. أما إذا كنت تريد الحصول على الرابط، فيمكنك الضغط على نسخ الارتباط، ومن ثم لصق الارتباط أو إرساله في أي برنامج. لأن هذا الرابط الذي يتم إرساله سواء في برنامج التيمز من خلال المحادثة أو الدردشة أو عن طريق البريد الإلكتروني أو أي برنامج آخر. أيضا لإرسال العمل أو الحفظ العمل على هيئة PDF، توجه إلى خيار المشاركة أيضا، خيار المشاركة، ومن ثم إرسال نسخة، ثم اختيار الخيار PDF. الآن يمكن إرسال ملف PDF مباشرة بنفس الطريقة السابقة. هذا بما يتعلق بموضوع إرسال ملف الباوربوينت وحفظه.